عشر حقائق مرة عن السكر. السكر هو وسيلة تغذية مباشرة للخلايا الدهنية في جسمنا، كما أنه يؤثر على نسبة الأنسولين في الدم، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري الذي يرافق المريض طوال حياته. يساعد القليل من السكر في تحفيز مادة السيروتونين التي تحسن الحالة المزاجية، لكن الإكثار منه يؤدي للعكس تماما ويسبب في حالات اكتئاب وتقلب في المزاج وعصبية نتيجة للتغيرات الحادة في نسبة السكر في الدم. السكر أيضا أحد أسباب التجاعيد، وذلك بسبب مادة الجليكاتين التي تؤدي إلى التصاق جزيئات السكر بألياف الكولاجين. هذا الأمر يؤدي إلى فقدان هذه الألياف لمرونتها الطبيعية، علاوة على تعطيل آليات التخلص من السموم، وكلها أمور تسرع في العجز. يتسبب السكر أيضا في الإصابة بالإسهال والإمساك واضطرابات المعدة، وذلك نتيجة لتأثيره على الآليات الطبيعية التي تحمي الأمعاء والمعدة أثناء عملية الهضم من البكتيريا الضارة، وتؤدي زيادة نسبة السكر في الجسم إلى زيادة في الفطريات والجراثيم في الجهاز الهضمي. رد فعل البشر لا سيما البدناء منهم على تناول السكريات يشبه رد فعله على تناول الكحوليات والمخدرات، إذ يفرز كميات كبيرة من الدوبامين. ويمكنك تجربة الأمر بنفسك من خلال التخلي عن السكر والحلوى لعشرة أيام، فإذا لاحظت تقلب مزاجك وإصابتك بالصداع فاعلم أنك على طريق إدمان السكريات. يقول الأطباء إن السكر يؤثر على متلازمة النشاط المفرط ونقص التركيز لدى الأطفال، فهو يتسبب في زيادة عدوانية الأطفال وتراجع معدل تركيزهم. بشكل عام ينصح الخبراء بعدم إعطاء الأطفال السكريات لا سيما خلال الدوام المدرسي. تتراجع كفاءة نظام المناعة بنسبة تصل إلى 40% بمجرد تناول السكر، كما أنه يتسبب في تراجع فيتامين سي الذي يساعد خلايا الدم البيضاء على التصدي للبكتيريا والفيروسات. ربطت دراسات مختلفة بين السكر ومخاطر الإصابة بالزهايمر، إذ رصدت الأبحاث صلة بين ارتفاع معدل السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، الأعراض التقليدية المصاحبة لمرض السكري من جهة، وارتفاع درجة خطورة الإصابة بأمراض مرتبطة بالمخ والجهاز العصبي مثل الزهايمر من جهة أخرى. يساعد السكر على تكاثر الخلايا السرطانية، كما أن العلماء يرجحون أن السكر يلعب دورا في تكوين الخلايا السرطانية من الأصل. أظهرت دراسة ألمانية أن ارتفاع نسبة السكر في الجسم يؤدي إلى تراجع في نشاط منطقة في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة طويلة الأمد، وبالتالي يؤدي إلى ضعف في الذاكرة وتراجع الأداء العقلي.